السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو انت في مرحلة الفشل في طريقك للنجاح، لو انت في مرحلة المرض في طريقك للشفاء، لو انت في مرحلة الفقر في طريقك للغنى، انا هقولك حاجات لازم تاخد بالك منها عشان ما تغرس في الموقف اللي انت فيه وتوصل للديستنيشن او توصل للهدف اللي انت حطه في الغنى او السعادة أو الحال الاريح النجاح واتفر انت هدفك الكبير ايه. واحد، انك تآمن ان في طريق. لو ما امنتش ان في طريق موجود لا يمكن هتلاقي الطريق ده في يوم من الايام. سيدنا ابراهيم يدعي ربنا ان هو عاوز ولد وهو عنده 100 سنة ومراته عندها 65 ولا 70 سنة. هو آمن ان في طريق بس هو مش عارف، هو آمن ان في طريقة بس مش واضحة قدامه، بس هو آمن ان في طريق. لو ما امنش ان في طريق مش هيطلب من ربنا، مش هيحاول، مش هيدور، مش هيدعي ربنا. فانت آمن ان انت في مرحلة اخرها النجاح. الفشل اخره النجاح، المرض اخره الصحة، الفقر اخره الغنى. آمن ان في طريق وادعي ربنا انك توصل واعمل كل اللي عليك. اروح للنقطة التانية مرتبطة بالنقطة الاولانية، انتوا فاهمين الكلام ده ولا ايه؟ لو انت عملت كل الممكن اللي في ايدك ربنا هيظهر لك الغير ممكن. كم واحد ابوه وامه فقرة جدا وبقى ملياردير، كم واحد كان عنده مرض وسرطان وخف وبقى يعالج الناس من السرطانات او ينشر قصته او يتحدث ان هو عدى من السرطان او عدى من اي مرض خطير. كم واحد كان فاشل مرة واثنين وثلاثة ونام على الرصيف ونام في عربيته وما عندوش وباع كل ما يملك ووصل دلوقتي بقى من مليارديرات العالم. كم واحد هو عمل كل الممكن فربنا اداله الغير ممكن، عمل كل اللي ما في اليد بكل ما يستطيع من قوة فربنا عمل له المعجزات. سبب بسيط، ان العقل واللوجيك ده بتاعك انت، انما ربنا مش محتاج لوجيك، مش محتاج اسباب، مش محتاج حاجات تساعده. ربنا بيعمل لك الغير ممكن، بيديك المستحيل، بيديك اللي انت ما تتخيلوش. لو عملت اللي كل اللي في ايدك ربنا هيديك اللي مش في ايدك. امن بده. النقطة الأخيرة اللي ما تخليكش تغرز في مكانك، غير مصادر سعادتك. ولو فهمت الدنيا دي الدنيا هتلعلط معاك وهتفهم حاجات كتير قوي. الواحد بيحب الفشل لأنه بيحب، أو مش بيحب الفشل، بيفضل في الفشل لأنه سعادته أنه يبقى مرتاح، سعادته أنه ما يشتغلش، سعادته أنه يكروت في الشغل، سعادته أنه يقضي اليوم ويشرب سيجارة. بنعصي ربنا حتى عشان سعادة. أنت بتعمل المعصية الفلانية ليه؟ عشان بتديني سعادة. انت بتعمل الحاجة اللي ربنا محرمها ليه؟ عشان بتلاقي سعادة. فاحنا ذكائك ايه بقى؟ الذكاء اللي يوصلك للجنة، للنجاح، للغنى، للفلوس، للعلاقات الناجحة، ايه؟ انك تغير مصدر سعادتك. ناس كتيرة بيقولوا لي انت ما بتاخدش اجازة ليه؟ يا عم ريح من الشغل اسبوع. انا مصدر سعادتي ان انا بشتغل، فلما ابطل شغل وابطل اعمل الحاجات اللي بحبها احس انه تقيل. يا ده اسبوع الاجازه ده تقيل، مش عايز يعدي، انا مخنوق، فارجع لمصدر سعادتي الشغل. فايه رايك تخلي مصدر سعادتك انك تخس 10 كيلو وتشوف جسمك جميل في المرايه؟ ايه رايك ان مصدر سعادتك انك تساعد واحد غلبان حتى لو بجنيه ولا بابتسامه ولا بنصيحه؟ ايه رأيك انك مصدر سعادتك انك تخلص كتاب وتعرف حاجة محدش عارفها؟ ايه رأيك انك تكون مصدر سعادتك انك تنجح او تلاقي حاجة تزود دخلك مرة واثنين وثلاثة؟ ايه رأيك تخلي مصدر نجاحك انك تصحى قبل الناس كلها وتروح الجيم، تصحى قبل الناس كلها وتعمل رياضة، تصحى قبل الناس كلها وتقرأ كتاب، تصحى قبل الناس كلها وتاخد كورس من اليوتيوب ببلاش، اي حاجة؟ ايه رأيك ده يبقى مصدر سعادتك؟ ايه رأيك يبقى مصدر سعادتك، وده غالبا عند كل الناس، انك تبقى مميز بالعلم، مميز بالفهم، مميز بالثقافة، مميز بالجسم الحلو، مميز انك شيك، مميز باي حاجة. خلي دي مصادر سعادتك بدل ما تكون سيجارة او تمشي مع بنت او تنام لساعة 12 او ما تحاولش في الدنيا وتتخيل ان ده مصدر سعادتك. غير مصادر السعادة، خلي السعادة في النجاح، السعادة في التميز، السعادة ان يبقى لك قيمة، السعادة ان الناس تقول الراجل ده زود الارض حاجة مش هو جه زيادة على الارض. وصلت؟ لو غيرنا مصادر سعادتنا
حياتك كلها هتتغير، هتبقى الجنة سهلة، هتبقى النجاح سهل، هيبقى الصحة الكويسة سهلة، لأن ده مصدر سعادتك. خلاصة الدنيا اللي احنا فيها دي كل واحد بيدور على سعادته، فخلي حاجة محترمة تجيب منها سعادتك. وصلت التلات نقط دول يغيروا حياة ناس كتير، وده يعني خلاصة خبرات في الحياة. أروح الجيم بقى، نهاركم زي الفل، سلام عليكم، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب، سلام عليكم، باي.